الحقيقة محطات متنوعة يعني أثرت في تاريخ ومسيرة الفنان العالمي عمر الشريف. خلينا نتعرف يعني على تفاصيلها مع الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف شرف اللي منورنا على التليفون. أهلا بك يا أستاذ أشرف. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن أول نقطة تحول في الحياة الفنية لعمر الشريف، إزاي يعني خليته ينتقل من مصر للعالمية؟ طبعا القصة الشهيرة المعروفة لما كان موجود المخرج العالمي ديب الدين في القاهرة وشافه ورشحه للورنت العرب، يعني أكيد هي دي نقطة التحول الحقيقية يعني في مشوار عمر الشريف. والتفصيلة دي هو بعد ما يعني تعامل مع ديفيد لين اللي هو آمن بموهبته ورشحه طبعا واشتغل معاه، وطبعا لورنت العرب خد عنه اترشح للأوسكار وما خدهاش، ولكن خد جايزة جولدن جلوب وخد أيضا أفضل يعني ممثل مساعد وأفضل وجه صاعد عن الفيلم. فدي أكتر نقطة خلت عمر الشريف يركز، عرف ان هو لو ركز في العالميه أفضل يقدر يحط رجله في اوروبا بشكل كبير جدا. كمان دكتور ريفاجو برضو خد عنه جولدن جلوب وكان من اهم افلامه الحقيقه. طيب استاذ اشرف، بعد التحيه عايز اعرف من حضرتك حاجه، يعني خلينا نقول ان مفاتيح الفنان في السينما المصريه اكيد تختلف عن مفاتيح الفنان في السينما العالميه. صحيح. ازاي عمر الشريف قدر ان هو يعني يتعامل مع المفاتيح هذه المفاتيح او الادوات للفنان في السينما العالميه اللي بتختلف بالمناسبه عن السينما في مصر واداء الفنان في مصر؟ يعني عمر الشريف اعماله العالميه مش مقتصره فقط على لورنس العرب، ده في دكتور جيفاجو، فاني جيرل، ذا يلو رولز رايز، في يعني افلام كتير جدا. ومش ابراهيم، حتى مش ابراهيم من الافلام الاخيره اللي خد عنها جائزه تجار. اعتقد ان هو بحكم ثقافته الواسعه واطلاعه ودراسه التمثيل في لندن ما اكتفاش ان هو بقى ممثل ونجم في مصر كبير جدا، لا بسافر ودرس التمثيل، وهو كمان دراسته في فيكتوريا كوليدج في اسكندريه. انت عارفه في الفتره دي كانت في كل الثقافات وكل الجنسيات، اليونانيين والايطاليين والفرنسيين كانوا موجودين في مصر. اعتقد انه الثقافه الواسعه والاختلاط بجنسيات مختلفه هو اللي خلاه يكمل ويستمر. كمان هو ما اتخذش كدور مساعد، لا دي بطوله، يعني فكره انه بطل. صحيح. انه انت عارفه انه هو دايما بيطلعوا العربي هو دور صغير الهادي اللي من اصول العربيه ومش عارف، دور هامشي جدا يعني. اللي هو فكره اي ممثل عربي، واعتقد المجد الوصول عمر الشريف ما فيش اي ممثل عربي ولا هيفضل يقدر يوصل للمنطقه اللي وصلها عمر الشريف الحقيقه في السينما العالميه تحديدا يعني. صحيح. طب سؤالي الاخير، ايه اللي خلاه كده؟ يعني عندنا ممثلين كتير راحوا هوليود ومثلوا بره، ولكن زي ما قلت كده هاخد يعني طرف الخيط من جمانة، هي قالت ان هو الوحيد اللي قدر ياخد ادوار كبيره ويستطيع ان هو يعني يمثل مصر تمثيل مشرف بالفعل، مش مجرد ادوار هاشميه. ايه اللي خلاه يبقى كده؟ زي ما قلت لحضرتك ان هو الفرصه جات له على طبق من ذهب، لما ان هو يبقى دور رئيسي في لغه العرب وابتدى ياخد جايزتين جولدن جلوب، جايزتين عن فيلم واحد اللي هو جايزه افضل ممثل مساعد وافضل وجه جديد. وبعد كده لما عمل دكتور زيفاجو اعتقد انه خلاص كده رسخ فكره ان هو موجود في اوروبا، موجود بشكل كبير جدا، والفيلم يعني يعد من اهم الافلام البريطانيه الحقيقه، يعني ان ما كانش اهمها انه يعمل فيلم زي ده لاديب نوبل الروسي الشهير باسترناك. يعني اعتقد ان هو عمر الشريف عارف ازاي يعني يستغل الفرصه جيدا. الباقي طبعا يعني هو حتى فكره الترشيح للاوسكارز حتى الان هو شيء كبير، يعني حتى كمان نجم عمر الشريف في فاني جيرل على ما اتذكر كان امام باربرا سترايسند، ودي كانت من اهم النجوم اللي كانوا موجودين في وقتها. فيعني الفنان عمر الشريف الحقيقه صحيح تمثيل مشرف جدا 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 لمصر، مش بس مثل باللغه الانجليزيه زي ما انت كنت تقول يا مصطفى، كمان اللغه الفرنسيه باتقان عديت الغريب عالي جدا، واتقان كمان لادوات النجم العالمي مش بس المصري ولا حتى العربي. يعني انت سهل تترجم، سهل تتكلم، سهل لكن تمثل، دي فعلا الاصعب. شكرا لك الاستاذ
أشرف شرف الكاتب الصحفي، كلمتنا عن النجم العالمي عمر الشريف.